ظاهرون يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. نور علي ظاهرون يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. لأم عمرو باللواء مربع طامسة أعلامه بلقع تروح عنه الطير وحشية والأسد من خيفته تفزع. برسم دار ما بها مؤنس إلا ظلال في الثرى وقع ركش يخاف الموت من نفثها والسم في أنيابها منقع. نور علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. لما وقفنا العيس من رسمها والعين من عرفانه تدمع ذكرت من قد كنت ألم به فبت والقلب شج موجع. كأن بالنار لما شفني من حب أروى كبد تلدع. عجبت من قوم أتوا أحمدا في خطبة ليس لها موضع. نور علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. قالوا له لو شئت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع. فعندها قام النبي الذي كان بما يأمره يصدع. يخطب مأمورا وفي كفه كف علي ظاهر يلمع رافعها أكرم بكف الذي يرفع والكف الذي ترفع. علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس بذاك جاء الوحي من ربنا يا شيعة الحق فلا تجزع. إمام صدق وله شيعة يروا من الحوض ولم يمنع. حوض له ما بين صنعاء إلى أيلة والعرض ينصب فيه علم للهدى والحوض من ماء له مترع. نور علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. يفيض من رحمته كوثر أبيض كالفضة أو أنصع. حصاه ياقوت ومرجان ولؤلؤ لم تجنه إصبع. قطعه مسك وحافته يهتز منها مونق مربع. أخطر ما دون الورى ناظر وفقع أصفر أو أنصع. علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. فيه أباريق وقطحان يذب عنها الرجل الأصلع. يذب عنها ابن أبي طالب لبا كجرباء إبل شرع. والعطر والريحان أنواع ذاك وقد أبت به زعزع. ريح من الجنة مأمورة ذاهبة ليس لها مرجع. نور علي
لن يلع في المصطفى حيدر، وراية الحمد له ترفع، وراية يقدمها حيدر، ووجهه كالشمس تطلع. تروح عنه الطير وحشية، والأسد من خيفته تفزع.